مع مد هنا على مقدمة الشوط في هذه اللحظات متابعينا الكرام. أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي هنا مع البداية ومقدمة الشوط وثاني المراكز. أتابع ثاني الأسماء والمنطلقة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات مع ثاني المراكز. دلال أحمد بن علي بن سالم بن علي الاكتبي هنا مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. أتابع أسطورة قادمة في ثالث المراكز متابعينا الكرام. محمد بن سعيد بن صالح السندوانة المري هنا قادم مع أسطورة، ولكن من الجانب الآخر أتابع من غيرت وانطلقت هناك مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات. انذار محمد بن غانم بن حمودة الظاهري هنا أيضا ينطلق ويقدم شعاره مع انطلاقة انذار. وخامس الاسماء وصلت جميلة فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي هنا مع خامس المراكز. سادس الاسماء وتابع ايضا الوصول والانطلاق من الدوحة طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت هنا يصل البرنس مع سادس المراكز. ولكن وتابع هناك سابع الاسماء وصول من الشاهينية مبارك بن محمد بن مبارك الشامسي، وثامن المراكز وصول عسيلة محمد بن هلال بن عيضة المزروعي، وتاسعا هناك القادمة محبة سعيد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري. واختتم النداء مشاهدينا متابعين الكرام مع عاشر المراكز بهذه اللحظات الظبي راشد بن محمد بن راشد بن عبيد المنصوري. هكذا النتيجة متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى. أتابع مد هناك أو ند هناك مع مقدمة الشوط. مد على مقدمة الشوط تفرض أيضا هذا الانطلاق وهذه الانطلاقة القوية على مقدمة الشوط. الله يا الرميثي أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي هناك مع هذا الإمداد يقدم مد هناك على مقدمة الشوط، ولكن القادمة أتابع انذار مع ثاني المراكز. محمد بن غانم بن حمودة الظاهري هنا أيضا قادم منطلق، ولكن وصل أيضا في هذه اللحظات وصل البرنس. هنا يقدم الدوحة طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت هنا قادم مع انطلاقة الدوحة مع ثالث المراكز. ولكن الله يا جميلة قادمة فهيد بن محمد بن فهيد الرزق العجمي هنا قادم منطلق مع رابع المراكز. وخامس اسماء وتابع القدوم وصلت دلال احمد بن علي بن سالم بن علي الاكتبي هنا قادم في خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. خمسة اسماء منطلقة على مقدمة الشوط على المنافسة القوية، ولكن اعود الى البداية مع مد هناك مد على مقدمة الشوط على الصدارة على البداية. الله احمد بن سعيد بن احمد الرميثي، ولكن الخطورة ركز وتابع ايضا القدوم. وصلت انذار قادمة في ثاني المراكز. محمد بن غانم بن حمود الظاهري هنا ايضا قادم مع ثاني المراكز، ولكن الله يا البرنس هنا ايضا قادم مع انطلاقة الدوحة. هذا الاسم دائما ما يرتبط مع هذا الشعار. هنا الدوحة قادمة مع ثالث المراكز طالب بن محمد بن طالب بن عقيل النابت، ولكن وصل بن بيشان هنا قادم في هذه اللحظات يقدم جميلة بهذا الأداء الجميل. هنا فهيد بن محمد بن فهد الرزق العجمي هنا تحرك مع جميلة، ولكن القادمة في هذه اللحظات وتابع الوصول وتابع الانطلاق. وصلت الأبرقة عبد الرحمن بن محمد بن حمد بن عبدان المري يقدم الأبرقة هنا مع هذه اللحظات مع هذا الانطلاق الخماسي في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. بدأنا بالاقتراب
التراب. الله يا البداية، الله يا مد، هي الند، هي الند منذ الانطلاقة على مقدمة الشوط على البداية. أحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي، ولكن الله يا انذار 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 انذار، تعلن أيضا هذا التواجد وهذا الانطلاق. هنا انذار قادمة غيرت انذار إلى مقدمة الشوط. متابعين الكرام، محمد بن غانم بن حمود الظاهري هنا مع مقدمة الشوط. الله الله الله، لافتة ال 1200 هنا مع الشعار الاقتصادي. الله يا بن حمودة مع انذار انطلقت على مقدمة الشوط. محمد بن غانم بن حمودة الظاهري هنا مع البداية والصدارة، ولكن وصل بالراية، رفع راية التهديد. أهالي المملكة أيضا قادمين في هذه اللحظات. وصلت مهاجرة سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المري، هاجرت مهاجرة، انطلقت هنا في هذه اللحظات. بدأت المنافسة، ولكن القادمة أتابع الواثقة راشد بن بطي بن محمد الحسن المري يصل في هذه اللحظات. الله يا البداية، البداية هنا، الانطلاق الانطلاق هنا مع بن حمودة وشعاره هنا أيضا مع هذا الانطلاق. ولكن أتابع أتابع أيضا هذا الشعار يقدم أيضا انذار ويبحث عن النقطة الثانية. هنا الشعار الاقتصادي. الله يا بن حمودة غادر، انطلق مع انذار. محمد بن غانم بن حمودة الظاهري يذهب بناموس هذا الشوط هنا مع انذار 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 انذار. أحمد بن خميس المشايخ أيضا يتابع هذا الشعار في هذا الانطلاق، ولكن القدوم من الواثقة. ولكن سلام بن حمودة، سلام بن حمودة، سلام بن حمودة، سلام يا الوثبة العاصمة أبو ظبي هنا مع هذا الشعار. تهانينا والناموس لمالك انذار محمد بن غانم بن حمودة الظاهري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصلت الواثقة راشد بن بطي بن محمد الحسن المري، والثالث كان الظن عوض بن مظفر بن خموشة العامري، ورابع المراكز مهاجرة لسعيد بن علي بن سعيد البريس المري، وخامس المراكز خامس المراكز كان الوصول من وطن سلطان بن عبد الله بن عبد الرحمن الرميثي. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام، انذار ولحظة وصولها إلى خط النهاية، 9:07:06 من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، كان الوصول وصلت الواثقة وتوقيتها الزمني ولحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار. نتابع أيضا وصولها أيضا 9:38:08 وجزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس لراشد بن بطي بن محمد الحسن المري، وثالثا مشاهدينا الكرام كان الوصول من ثالث المراكز. نتابع ايضا وصول ظن لعوض بن مظفر بن خموشة العامري وتوقيتها الزمني. اذا هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام. مشاهدينا الفاضل تهانينا.